كلب مالينو ما شاء الله. شتو من عندك الناس خارج كازا؟ طنجه ومراكش واحد الدرهم الاسي. طنجه خدا دور ومراكش صيفط لي جماني الواش وزاد الاسي صيفط لي واحد الدبر معاه. طاو نقولكم ديما الاواخر غير السيد جان وانتوما اللي بغا شي حاجه من طرف السيد مرحبا به تخفيض 20%. اصدقائي السلام عليكم. كنت واجد مع خويا طريق زياره عنده المحل اللهم بارك. بقاو معنا الاخوان باش ناخذوا التفاصيل وما تنساوش الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. لايك جيم اخو جيم مع محمد تيفي عشاق كلاب الحراسه الصيد مرحبا بكم. طريق كيدير بخير؟ هاني كاين الخير اليوم؟ كاين موجود الخير. غنتولوا الثاني وقع لي هذا الاول هو اللي فيه الحيوان الكبار غادي يدير فيه الكناش الصغار على حساب المبوصات. ارى لينا خويا طارق اللهم بارك. البولدوك فرنسي المارينوا كلب الراعي البلجيكي سبيتز مع الكانيش سبيتز ميكس مع الكانيش كازون حسيت بيسات بقاو جوج مع الكانيش بقاو جوج. ارى لي المارينوا هي الاولى محبوب الجماهير محبوب الجماهير نبدا مع شي حاجه راه كنعطيها لك الفاكسان ديالها الاوريغو بالورقه ديالها. الناس رجعوا عندنا من طنجه ومراكش صافوا فلوس وصلت من الالاف يعني فين عادل طريق خويا. انا علاش كنجي عندك؟ حيت انا عارف عندك الكليبات شي حاجه اللهم بارك. هو مصداقية ضروري مصداقية لان في صافي فلوس صحيحه كيبقى يتسكن الكلب مسكين فارس صافي الله يوصلك. صيفطوا لك الامانه صيفطتي لي من الامانه. خاصني نتوصل بالامانه الاول وديك الساعه كنمشي للمحطه النيمور ديال الكريسون من هنا الدكار كنعطي لهم السيد كيتواصل معاه كيوصل الامانه. شكرا خويا طارق. مرحبا. شو عندي من اللهم بارك. ذكر انت هو طارق؟ تيوا تيوا ما شفتهاش. شحال عندك؟ تقريبا عندنا دابا شي شهر 20 ما شاء الله. حيد المطبخ حيد خويا شمال. شحال كيبقى الثمن ديالها طارق؟ الثمن ديالها 600 درهم اخر ثمن. 1200 و هذا يا ساده ثمن مناسب انه 600 درهم معنا خوتي ب 700 800 بقات هذيك يا جلال مرحبا 60 اورو الاخوان جرو هاد التحركات داكشي على المباشر يا اخويا احمد انا والله تخيلي والله طريق الخوت قال لي ثمن خيالي يعني طريق انا درت شي لبس سولد وقيل وكانوا عندي شي ست تبارك الله ديك السيمانه راه بقات يد وحيده تبارك الله ما شاء الله 600 700 كنبيع الله يعني عندي الاصدقاء كيعاونوا لي كنمشي نشتري طريق جلس لي هذيك الكبيره هذه اللهم بارك شي حاجه الخوت كحلة نوار نوار ظلمه شاف سيك شحال عندها طريقه داخل في الشهور خويا عندي كامي باكسان وشهاده بيجيت داخل في ثلاثة شهور تبارك الله كارنيت فاكسا ديال الاخوان خينا كاين كان كليبه بصحة جيدة تبارك الله بديتي مع الدريساج طارق مازال؟ مازال انا مخرج الحانوت دابا ثمنها خويا؟ الثمن كيبقى 900 درهم مثلا 900 درهم كنقول لك 1200 الكليان ديالك 900 درهم اخر ثمن انت باغي ب 1200 كنقول ب 1200 ب 900 كنقول لك الثمن اخو احمد الاخر ديالو 900 هو البيع الثمن 900 اخر ثمن خويا طارق 900 درهم 90 اورو الاخوان ثمن جروة وانت مالي يا دري سي كارا شي هذا طيب فيا وكان الفاكسين ديال الاخر شو راه مني قلت لها اسي وهي مريحه في بلاصتها سير تلعب سير هو قال لها سير تلعب صافي الله يبارك الله يبارك ارى لي هذه ارى لي هذا عطيني عطيني سي طريق روتش هذا شنو كاين الروتش؟ شنو الروتش؟ راني الروتش راني الروتش الروتش جاء راه مع الاداب ارى لي المتسكع الالماني الاخوان هذا الروش وايلر واحد المعلومه الاخوان عرفتها وبغيت نشاركها معكم روتش هي المدينه الالمانيه فين تكتشف اول مره كلب الروش وايلر حيوان صغار على حساب المرض لا وايلر الاخوان وايلر سميت المدينه الالمانيه والروش ما معنى المتسكع الكلب الالماني الاكثر شهره في العالم مالفو مالا طارق نشوى وريني الفاتشه ديالها طريق الوجه الله يبارك الله يبارك شحال عندها؟ عنده شهرين تقريبا شي سنين داخل السنين
ولا انت نشوف فين معك شحال كيبقى الثمن ديال هذا في الاخر ديالو خويا 1500 درهم اخر سنه 1500 درهم اخر سنه 150 والله عندك يكون مرت المعشير والبلاد روش واي تليفون عندك أراني يا خوي طارق بولدوك عطي وري تصارى ديالك أو من الفيديوهات ديالك خد تصارى كي الفيديوهات ديالك شي حاجة بولدوك يا طارق لا المحطة باش ديرها المحطة هزو خوي طارق نمشي وهادي راه بعد الكار ديالك بولدوك هادي نشوها شحال عندها خويا تقريبا أنا خويا نشوف 10 شهور 10 شهور يلا بعد الكار ديالك مفاكسية مليحة شحال كيبقى ثمنها؟ ثمن ديال البيع ألف وميتين درهم 120 أي واحد يخليك بودوق 1200 درهم أورو صلاح ثمن أنت كلب بولدوغ فرنسي عندك دابا تقريبا 10 شهور إما 12 شهر ما تأكدش من 10 شهور أخو السن حتى العام كاين الكارني ديالها طارق كاين الكارني ديالها فاكسان أنتم سنينات باقي صغار ما عمرها خدمات سنينات صغيرة ما عمرتش كوبلات طارق لا بايدين عمرتش يلا دابا واقف على الكوبلات طارق واقف على الكوبلات طارق اه صافي هادو اشناهو كاين هنايا هادو هما اللي قلت لك انا كانيش مع البيش كانيش مع البيشو باهم كانيش بيشو كنطوق على باهم بيش باهم بيشو مالبي الام ديالهم كانيش اللي بغا يدير الدار ديال الفيلا يلعب مع ولاداتو الصغار زوني بياسات ملاح شي بقى حدهم واش هو طارق؟ شحال عنده في السن خويا؟ كنضوق على واحد الحين صغار يعني طارق السن ما كاينش السن شحال في السن الناس راه يعرفوا ها السنين النظرية جات كاين يكون عندي شهرين تقريبا هذه في شهرين تقريبا حيت ضربوا عندي ناس تقريبا شي 10 ايام بحال طارق المارينو شحال وصل اخويا شحال قلت لي الثمن ديالو اخويا قال لي انا بيتي الاول طارق الفاكسان ديالك طارق خويا كوبل هادو كاينين اه جوج هز لينا البياس الاخرى انا خويا صديقي اجي معايا حتى صديقي في المحل المولوع ديالنا تا هو وديع واش اخويا صديق ديالي كيدير بخير وديع بيع وشرا وديع هي شي خويا وديع تفضلوا اصدقاء مرحبا زويجه وديع زويجه اللهم بارك شحال الوحده طارق خويا كاينين جوج الثمن خلينا ب 500 درهم زين هو 500 درهم ما غاليش الاصدقاء عيط بيا دابا شوفوا الخوت وديع على حسابي اضرب واحد في السوق هنا ديما الابتسامه تحيه خويا الله يحفظك لي اكثر مني اللهم بارك وديع رقم الهاتف ديالكم ديالك انت الاول وناخذوا شي ديال طارق 20 74 31 53 20 تليفون عندك ديال انا عطاني النمره ديالي حيت مشى ليا طارق تليفونك مشى ليا النمره اخرى ايفون مشى ليا روش وايلر المتسكع الالماني افضل انواع كلاب الحراسه ما شاء الله سمعت النمره ديالي اخويا قلنا له خويا 026 09 61 23 عاودوا لنا خطارة 06 26 60 61 23 شكرا خويا طارق خوش كاين ناس اللي ما شاء الله شي حاجه ديال تبوكاس وكي جايه اي ما شاء الله ما شاء الله كاين اللي معايا في واحد الفيلم عندك اللي دار زوين ولكن انت ما كنحاش عندك اخوان الى عجبكم الفيديو عند خويا طارق ما تنساوش لايك كتبوا لينا في التعاليق الاخوه الاراء ديالكم انا راه بانت ليا الاثمنه عند طارق اثمنه مناسبه كتبوا لينا الاراء ديالكم ما تبخلوش علينا الاخوان في البارتاج الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا الانسان ما غيختار والو يكليك على زر المشاركه ولايك الاخوان باش طلعوا الفيديو كنديروا مجهود باش كنوصلوا لكم محتوى زوين نقي تفرج مع العائله مع الوليدات مع الوالدين محتوى نقي محترم شجعونا الاخوان الله يجازيكم بخير شكرا جزيلا لكم فيديو قادم ان شاء الله يا اخويا احمد